السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. وان شاء الله اليوم غادي نديرو الرص ديال الكونة، بما ان بزاف ديال الناس كيطلبوا لي نعاود الطريقة ديالو وتكون شي طريقة اللي مبسطة وسهلة بزاف. اليوم ان شاء الله غادي يكون سهل بالنسبة للمبتدئين، يعني طريقة اي واحد يمكن يديرها، ما فيه لا تعقيدات لا والو. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه في الفيديو. وغادي نبدا ان شاء الله على بركه الله بالمقاييس. غادي ناخذ قطعه ديال الثوب، العرض ديالها متر والطول ديالها 84 سنتيم. بالنسبه لهاد الثوب، هذه بوبلينغرا 100% مقطنه، اللون بلون كاسي كيف تشوفوا. خدمت غير البلون كاسي ودخلت فيها الدونتيل وزوقته بهذوك الوريضات. ودابا ان شاء الله تشوفوا كل شيء في الفيديو. غادي نبداو. اول حاجه غادي نديرو هاد الطريقه، تجي سهله بزاف للمبتدئين. كيف كتشوفوا غادي نحط الثوب، الجهه الاماميه هي اللي غتكون قدامي، وغادي ناخذ القياس نتاع 10 ديال السنتيم من كل جهه. هنا غادي بغينا غير ناخذ قياس باش نديرو البلاصه اللي غادي يدوز السلك من الثوب، يعني ما غاديش نحتاجو نلصقو البيه كيف درنا في المره السابقه. يعني من الثوب غادي ناخذو 1 سنتيم ونص، غادي نخيطوها مناش غادي يدوز السلك. وهنايا قبل ما نبدا الخياطه ديال ديك سنتيم ونص، غادي نخلي واحد المسافه ديال 15 سنتيم. هذيك المسافه ما نخليها خاويه، عاد نبدا الخياطه من الجهات بجوج. وباش تجيني العمليه سهله، خديت الفنيتات وبقيت كنشد بهم هذيك سنتيم ونص باش من كنت نخيط تجيني سهله. وهنايا قيسات تشوفوا ها هي البلاصه اللي خليت ما خيطتش. وهنايا الخياطه الاولانيه اللي غادي يدوز منها السلك كتكون على هذا الشكل هذا. وهنايا غادي نخلي واحد المسافه ديال 15 سنتيم، وغادي ندير نفس الطريقه اللي درت في الاول. يعني غادي نخلي 15 سنتيم كيف كتشوفوا، وغادي نعلم بواحد النفيته.
هاد العلامه اللي غادي ندير باش نخيط سنتيم ونص منين غادي يدوز السلك الثاني. وكيف كتشوفوا هنايا هو نفس الطريقه، خليت واحد المسافه وخيط وعاود ثاني خليت مسافه اخرى من الجهه الاخرى. كيف كتشوفوا الطريقه سهله بزاف وما فيهاش تعقيدات. هنايا الجهه الخلفيه ديال الراس ديال الكفه كان نقطع على هذا الشكل هذا باش يجينا الشكل المنظم، وكندوز يعني كندوز خياطه على سائر القطعه هكا كيف كتشوف. وهنايا من الجهه الاماميه ديال القطعه اولا من الجهه الاماميه ديال الراس ديال الكونه غادي نحط الدونتيل ديالي كل واحد ويعني داكشي اللي عنده ولا داكشي اللي مناسبو. يعني هذه طريقتي انايا وانتم راه غادي تفنوا. كناخذوا الدونتيل وكنخيطوه بهذه الطريقه هذه اللي كنحاولوا نديروا التكيرشات هكا باش يجينا المنظر زوين. وصافي دابا بقات لينا هاد المرحله هذه ديال لاستيك هي الاخرانيه. كناخذوا لاستيك كندوروه كنخليه واحد سنتيم ونص ولا جوج سنتيم تقريبا وكندوزوا لاستيك على القطعه كلها وكنجيو حتى لهاد البلاصه ما بين يعني ما بين البلايص اللي غادي يدوز منهم السلك ديك الخياطه اللي درنا. وكنلويو لاستيك هكا غادي تشوفوا علاش هاد اللوي هاد التنيه ديال لاستيك هي اللي كتشد لينا الراس من الجهتين.
وبالنسبه لهاد الوريدات فايتنا درناهم في فيديو سابق، غادي نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كنلصقوهم وكنزينو بهم الكونه، ولكم نتوما الاختيار ديروا الشكل اللي بغيتو. الفيديو ديال اليوم سهله، وكنتمنى ان شاء الله تجيكم هاد الطريقه سهله وتطبقوها، وان شاء الله تلقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله.